تاخدوا من نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا في البطوله، الطموح والامل والاصرار والشهره والمجد وكل حاجه لقاها في النادي الاهلي. معانا واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن طاهر محمد طاهر. بنرحب بيك على قناه النادي الاهلي وبنقول لك الف مليون مبروك. حبيبي يا كابتن اسامه، الله يبارك فيك، وبرحب طبعا على جمهور الاهلي اللي موجود في كل حته في العالم. يعني في البدايه بالك فتره قد ايه في النادي الاهلي؟ بقالي داخل تقريبا على ثالث شهر او حاجه. ثالث شهر. جيت لما كان الاهلي بيستعد لمباراه الزمالك في نهائي افريقيا. ودي يعني الحمد لله تاني بطوله مع النادي، يعني الحمد لله ربنا كرمني في كاس مصر، لحقت مباراه نص النهائي والنهائي وقدرنا ان احنا ناخد المركز الاول. ودي تاني بطوله ليا طبعا، كاس العالم للانديه يعني بطوله عالميه، بطوله مختلفه. يعني هو يعني بتلعب اجمد فرق في العالم، كل قاره بتلعب اجمد فرقه فيها، وحظنا يعني كان حلو ووحش في نفس الوقت، ان احنا كان وقعنا في القرعه مع الضحيل والكسبان كان هيلعب بايرن ميونخ، وبتبقى فرصه يعني ان بايرن ميونخ مش فريق هتلعبه يعني كتير في حياتك، فدي كانت فرصه وكانت حاجه حلوه ان احنا نلعبهم ونقدر ان احنا يعني نستفيد من الخبره دي. وان شاء الله يعني هنتفرج على الماتشات دي كلها تاني، ويعني البطوله دي يعني ادتنا حاجات كتيره ان شاء الله هتفيدنا في افريقيا وان شاء الله في الدوري لما نرجع ان شاء الله. الكابتن طاهر بيقول لي بقاله 3 شهور في النادي الاهلي، بطوله كاس مصر وبرونزيه العالم في بطوله كاس العالم للانديه. طاهر محمد طاهر لقى طموحه في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني انا يا اما ما كنتش جيت النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي انا لما جيت كنت عارف ان الموضوع يعني هو ده النادي الاهلي، كل اسبوع في ماتشات، بتبقى ماتشات يعني بطولات، ودي كانت حاجه انا كنت عارفها كويس، ودي كانت حاجه يعني مشجعاني طبعا ان انا اجي بعيدا عن النادي الاهلي ككيان النادي الاهلي. والحمد لله يعني دي كانت تاني بطوله ليا، ولسه يعني دي كلها حاجات اصلا يعني كانت للموسم القديم تقريبا. يعني كاس العالم للانديه ده كانت يعني عشان افريقيا بتاعت الموسم اللي فات، وكاس مصر كان برضو الموسم اللي فات. يعني الموسم اللي فات كان كله مع المقاولين بس فنشت. يعني لسه طاهر بيبتدي المشوار مع النادي الاهلي بالظبط. يعني انا لسه ما بداتش الموسم واخدت بطولتين، ويعني دي حاجه طبعا يعني تبسطني جدا. طاهر ما شاء الله، يعني مباراه الدحيل، مباراه بايرن ميونخ، النهارده منبع الميراث، سر التالق؟ والله هي الفكره كلها اللعيبه، يعني لعيبه بتساعدني في ده من ساعه ما جيت النادي، وانا مش حاسس ان انا في مكان غريب، بالعكس حاسس ان انا في وسط اهلي. موجود لعيبه كبيره في الفرقه طبعا، زي كابتن محمد الشناوي، كابتن سعد، كابتن وليد، كلهم لعيبه كبيره وكلهم لعيبه من اول ما جيت وهم بيساعدوني. يمكن المعسكر ده كان بزياده، كان كابتن سعد هو اللي كان دايما واقف معايا يعني وبيتكلم معايا بشكل ايجابي. وطبعا التمارين، يعني هو التمرين دايما بيبقى فيه، كان دايما محاضرات كل يوم، وكان في حاجات معينه المدرب كان بيبقى طالبها مننا بالذات الجزء الامامي، فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا انفذها. يعني الثقه الكبيره اللي موسيماني حاططها في طاهر دلوقتي ما شاء الله من منذ قدومه، طاهر موجود دايما في تشكيله الاهلي، دايما بيأدي بشكل، ده بيحط مسؤوليه كبيره عليك خلال الفتره اللي جايه؟ والله عادي، يعني هو احنا زي ما قلت لك احنا عندنا لعيبه كتيره ولعيبه كويسه، وبالذات في المكان بتاعي احنا في اكتر من لعيب، وكلنا يعني بنقوم بنفس الدور. يعني فسواء كان انا اللي بلعب سواء كان اي حد تاني بيلعب، كلنا بننفذ الكابتن بيحطها لنا. بس انا طبعا يعني بشكره ان اداني الفرصه ان انا يعني اظهر في كاس العالم للانديه، واظهر يعني الحمد لله ان انا ظهرت. اصعب بقى لحظات البطوله الدحيل، بايرن ميونخ، بالميراس، اصعب لحظات البطوله بالنسبه لطاهر وكمان انتوا كلعيبه وانتوا بتتكلموا مع بعض؟ لا هي كانت يعني اصعب اللحظات، يعني هي كانت يعني خطوه بخطوه. يعني اول ما جيت، اول ما شفت الجمهور في المطار دي كانت صعبه، يعني لحظه صعبه، كانت لحظه حلوه. حطت عليكم مسؤوليه كبيره انكم شفتوا الجمهور يعني من اول لحظه وانتوا اول ما وصلتوا الدوحه؟ بالنسبه للعيبه كتيره عادي، يعني شافوا الجمهور ده كتير ولعبوا وسط الجمهور ده يمكن اكتر كمان، بس بالنسبه لي انا كان اول مره، يعني اول مره اشوف جمهور، اول مره اشوف جمهور النادي الاهلي، فدي كانت بالنسبه لي اول خطه يعني. وطبعا لا هي كل شويه بيبقى فيه يعني لحظه هي اللي بتبقى اصعب لحظه،
بس مفيش يعني لحظه كانت صعبه قد يعني بالنسبه لي انا ضربات الجزاء كانت اصعب لحظه يعني. كان الماتش عمال يروح ويجي يعني، محدش كان فاهم الماتش ده مين اللي هيكسب فيه يعني. بس اللعيبه الحمد لله وكابتن شناوي طبعا عمل ضربات جزاء يعني كبيره يعني. كلمه اخيره منك بقى لجمهور النادي الاهلي اللي كان مساند يعني منذ اللحظه الاولى في كل المباريات، وكان ليه سحر يعني زي ما بيقولوا ان النادي الاهلي حقق البرونزيه هنا في الدوحه. طبعا بشكرهم طبعا على الدعم من اول ماتش يعني، حتى النهارده واحنا ما بنلعبش كانوا بيشجعونا، بعد يعني في المباراه بتاعت بايرن ميونخ كانوا بيشجعونا، وانا بشكرهم على ده. وكانت حاجه يعني في حظنا ان البطوله كانت في قطر عشان الجمهور ده كله يبقى معانا، وبشكرهم وان شاء الله يعني بقول لهم ان شاء الله يبقى في بطولات تانية كتير وهنفرح تاني مع بعض ان شاء الله.